يلا. ما في سر بين الاخوات. لا بدي ليش نزعل بابا منا ونحكي ونشكي مشاكلنا؟ البابا تعبان كتير ما البابا تعبان في عصفور. ليش نزعل بابا منا ونشكي ونحكي مشاكلنا؟ البابا تعبان كتير لا تحكوا له كل شي بصير. شكرا. يلا على المقطع اللي بعده. كيلو مين البادي؟ طيب طيب هذا احلى كلام. هذا ضربني وهذا كسر لي وهي الشغله بتنحل. طيب هذا احلى كلام. ما ننركن ونزعل الشغله بتنحل. بابا ما تقولوا مين البادي. تمام. والسبب راح المصروف. بابا عاقبنا وكدنا. مش ليه بطلتوا؟ ليه بطلتوا تحكوا لي؟ على الميكروفون سجاء قربي. بس بس فاي الدقيقة أنا أتفهم معه وين جاي. الحمد لله رب العالمين. ليه بطلتوا تحكوا لي؟ شو القصة جننتوني؟ ليه في سر بين الإخوات؟ بدي تعطيني لقطة واسعة. ايوه عبود طلع عليهم عرفك. لا يلا حطوا لي اياها بسرعه عبود. ايوه برافو عليك. وسببك راح المصروف. ايوه اضرب عليك. والله ما لازم. هو مش لازم تضرب عليه. نتفه نتفه. ايوه ماما حكت لنا عادي بداكم انت ولادي بس اختي لازم تتدخل والبابا هي راضي. برافو عليكم. ابتسامة صغيرة هيك. ايوه حلوه هاي حلوه هاي. لا مش هيك انه مع ابتسامه هيك. فوتوا يلا يا اولاد. يلا ايوه خلاص.
يلا يا بنات استنى شو يلا 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 استنى 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 يلا 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 بسرعة يلا يلا رافض ليش مزعل ما طلعش فيها رافض نشكي ونحكي ليش بتبكي البابا تعبان استنى 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 لا تحكي